يبدو أن الأميرتان سلمى وإيمان بدأت تشعران بالغيرة وتقليص الصلاحيات بعد دخول الأميرة رجوى الحسين إلى العائلة وزواجها من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وقالت بعض المصادر أن الأميرتان سلمى وإيمان بدأت تظهر عليهما علامات الغيرة والامتعاض بوضوح، إذ أن الأميرة رجوى باتت تستحوذ على كل الاهتمام في العائلة المالكة والإعلام، وباتت الأميرتان في الظلال. وتشير معلومات أخرى إلى أن علاقة الصداقة التي كانت تجمع الأميرتان برجوى قبل الزواج لم تعد بالقوة نفسها، خاصة وأن الملك عبد الله الثاني يولي اهتماماً كبيراً لرجوى. وكان قد انتشر فيديو للأميرتان إيمان وسلمى وهما ترتبان فستان رجوى آل سيف خلال حفل زفافها في مشهد لافت جداً. وكانت قد احتفلت الأسرة الملكية الأردنية في ليلة من ليالي الأنس والفرح بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوى آل سيف، التي أصبحت مباشرة بعد عقد قرانها الأميرة رجوى الحسين المعظمة. وخلال الحفل خطفت الأميرتان إيمان وسلمى شقيقتا العريس أنظار الملايين المتابعين، وكانتا من أبرز نجوم هذه المناسبة السعيدة، حيث تألقتا بفساتين أنيقة وراقية تناسبت مع جمالهما ورقيهما، كما أبدعتا في متابعة العروس وترتيب فستانها. ووثق البث الحي لمراسم حفل الزفاف شقيقتا الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة إيمان والأميرة سلمى ترتبان فستان زفاف العروس رجوى آل سيف أثناء مراسم عقد قرانها بقصر زهران.